مساء الخير على حضراتكم، واهلا بيكم يا غاليين في حلقه جديده من برنامج لايف مع الجريء. برضو اعتذر، هذه الحلقه مسجله لظروف العمل والحياه وكل شيء جميل، ونلتقي معاكم في كل ما هو جديد. حلقتنا الليله حلقه مهمه جدا، خلينا ندخل على طول في الاخبار وما وراء الاخبار وما فيش عناوين الاخبار. النهارده الصبح اطلقنا فيديو في صفحتنا عبر الفيسبوك، صدمة فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك، وقلنا رأينا أمام الله وأمام جمهور الزمالك حول المدرب الجديد. وقلت في الفيديو وزمعت شغلت فيديوهات سابقة لمعالي رئيس النادي وهو بيقول رأيه في المدرب، وقلنا رأينا في المدرب العجوز كبير السن، وقلنا كل حاجة، وقلنا هيوجهوا لنا اللجان الإعلامية، وقد كان يعني وقد كان وشيء يعني شيء خلاص بقى اتعودنا عليه ومش بيجيب نتيجة غير العند. يعني احنا برضو عندنا عند، والعند يورث العند، تبعت لجان إعلامية نزيد الموضوع أكتر وأكتر. ولكن احنا سجلنا شهادتنا أمام التاريخ في هذا الفيديو حوالين هذا المدرب، وما يجيش حد بعد شهر 2 3 5 10 أيا كان ويعيط ويقول أصل ما فيش حد بينصح، أصل ما فيش حد بيتكلم، ده مجلس إدارة كله طراطير، هو مرتضى هيعمل إيه ولا إيه، ده طول النهار عمال يلف في النادي. انتوا اللي بتصنعوا منه ديكتاتور، ومجلس الاداره اللي بيرضى على نفسه ان هو يبقى تراتير، واللجان الاعلاميه والقطيع اللي ماشي وراهم هو اللي بيرضى على نفسه انه يكون قطيع واللجان الاعلاميه. انا ماليش دعوه، لو اخر واحد في هذا الزمان بيقول كلمه حق هقول كلمه حق. واعتقد ده اللي بيلقى قبول من جانب المسؤولين ومن جانب صناع القرار، انهم يسمعوا قناه الجريء والزملكاويه المثقفين. حتى ان مطاريد الجريء برضو قاعدين نايمين متوكلين شاربين قاعدين بيسمعونا ليل نهار، وهم متاكدين ان الحقيقه بتقولها هذه القناه. فيعني ما تزعلوش من الحقيقه وما تقولوش لا طنش ولا طبل ولا زمر. لا هطنش ولا هطبل ولا هزمر، ولا بيني وبين حد عداء، ولا هيكون بيني وبين حد عداء الا اللي بيلعبوا باقدار نادي الزمالك او بيفتكروا ان جمهور نادي الزمالك جمهور مغفل. نضحك نقول لهم كلمتين ونضحك عليهم وهم يصدقوا. لا، اذا استمر هذا الكلام مع كل فيديو اطلعه هطلع فيديوهات بتستشهد ان انتوا كلامكم كذب في كذب ووعودكم كذب في كذب. فما تخلونيش الجا للموضوع ده، لان انا مش بحب الموضوع ده. انا عايز احلل كلمتين عن الزمالك، اقول خبرين عن الزمالك وخلاص. فان شاء الله كل الخير نادي الزمالك، ومستمرين، ومحدش هيقدر يضغط علينا في ان احنا نتوقف. اللي شايف نفسه مش قادر يستوعب روعة وعظمة قناة الجريء وحياديتها، وإنها التي تنفرد الوحيدة اللي بتنفرد بالمعلومة الصادقة والخبر الصادق، مع ألف سلامة. ليه بيرجعوا يحطوا ودانهم عندنا؟ ما أعرفش. ليه بيلزقوا بيبعتوا الصراصير بتاعتهم عندنا؟ يدخل لك واحد يقول لك أنا متابعك بقالي سنة بس أنا زعلان منك عشان الموضوع، ولا أول مرة أشوف اسمك. ما ده طبعًا شغل اللجان الإعلامية اللي هو إيه؟ يحاول يودي لك كده. طب عشان خاطري يأجل بس الحساب شوية لبعدين. انا مش والله ما بحاسب حد، واللي بيقول كلمه الحق يبقى بحاسب حد. انا بواجه قرار اللي ما فيش بيننا وبين بعض مشاكل، ما بنحاسبش حد. احنا عندنا مصلحه الزمالك اهم من الدنيا كلها. في ناس كتير واخده الموضوع عنطره وشغل حركات، ده موضوعهم، ده يخصهم. في النهايه يبقى الصحيح هو اللي بيكسب، ويبقى الحق هو اللي بيكسب، ويبقى العدل هو اللي بيكسب. هل ترضوا علينا ان احنا نبقى متطبلاطية زي الناس اللي بقى لها دلوقتي شغالة بقى لها اسبوع و24 ساعة ومبارح والنهاردة، وعمالين يطبلوا على الطبلة والزمار؟ طارق حامد جدد، طارق حامد وافق، طارق حامد قعد، طارق حامد اشترط، طارق حامد عمل. يا جماعة ايه لازمة التطبيل لما طارق حامد يوقع للزمالك اهلا بيه مرحبا، ينزل صوره مع رئيس النادي وهو بيوقع كلنا بنضرب تعظيم سلام. لما ما يوقعش برضه مرحبا، طارق حامد سيظل لاعب كبير، ولا انتم مستنيين ان هو يمشي وتطلعوا كلابكم المسعوره تشتموا؟ ما هي كده يعني، حبيبنا لحد ما يقلب علينا وياخد قراره هو اللي بيحميه وبيحمي مستقبله نشتمه. الحقيقه حتى اللحظه طارق حامد لم يوقع، واقول لكم ايه سبب عدم التوقيع. حتى اللحظه ما فيش حد وقع. طيب النهارده بلاش الموضوع.
كان في ميعاد يوم الخميس ولم يحضر احد. ومستشار مرتضى قلنا ده يعني ده شيء خزي وعارف وش رئيس نادي الزمالك اللي قال لهم انا من 12 ل2 موجود في النادي. وكتب احمد عيد عبد الملك عشان نحكي القصه بقى كلها، قال عشان اشمعنى الساعه 2 يمكن عشان البنوك بتقفل، وطلع مرتضى منصور شتمه في قناتين، وطلع هو رد عليه بقله ادب. كل ده مرفوض من اوله لاخره، مرفوض. احنا كناس بتوع مبادئ بنقول مرفوض، ما حدش يكتب لي تعليق ان انت موافق وانا، كله مرفوض. احنا ناس مؤدبه، حتى اللفظ الوحش اللي قاله مرتضى منصور في النهارده في الفيديو اللي انا ذاته انا رفضت اعيده، لان دي اخلاقنا ودي تربيتنا. فمرفوض من الاول ان ان احمد عيد يتريق على المستشار، بعدين المستشار يهاجمه بشده، وبعدين احمد عيد يسبه ويوظفه بطريقه شديده، وبعدين المستشار يتواصل مع اداره القناه والشركه الراعيه ويمشوه من القناه كمحلل، وبعدين هو يلجا للقضاء لمحاربه مرتضى منصور واشياء اخرى، لانه برضه رجل معروف في الدوله وله اتصالاته وله ثقله. احمد عيد مش صغير ولا عيلته عيله صغيره يعني، وعلاقاته يعني طبعا عارفين نادي الشمس ونادي الوزراء والمخابرات والاجهزه، واللي ما يعرفش نادي الشمس يروح يسال عليه، هو مدير فني نادي الشمس. فالموضوع ما وصلش لحد بس الشتيمه وخروجه من القناه، وتجرى في الخفاء صفقه بين القناه وبين مرتضى منصور، يشترط عليهم يقول لهم مشوا احمد عيد مقابل ان اخلي خالد الغندور. كلام فاضي، كلام فاضي، وايه لازمته؟ هو احنا كاولاد الزمالك بنتجمع ولا بنتفرق؟ احنا جايين اليومين دول يعني بعد ما اللجان عملت مننا خبيزه، جايين نعمل من نفسنا ملوخيه، نخرط بعض على الاخر؟ في ايه؟ في ايه يا اولاد الزمالك؟ في ايه يا قيادات الزمالك؟ هي تصفيه حسابات وخلاص؟ هي فنجره بق وخلاص؟ على كل حال، عدى الخميس ومفيش حد عبر رئيس النادي غير السيد الكابتن حازم امام كابتن الفريق. وقلنا وقتها ما كل الاحترام والتقدير لحازم امام كابتن الفريق، نجم كبير وعظيم، ولكن عليه 100 علامه استفهام. بيلعب ماتشين ثلاثه وبيصاب، بيلعب ماتش ويصاب، بيلعب ماتش، يعني بقاله فتره ما بيديش نادي الزمالك. كل المحبه والتقدير، انا بحب اولاد الزمالك وعمري ما هغلط في لعب في الزمالك، ولكن النهارده يقول لك هنجدد لحازم امام سنتين. طب الملايين دي من على حساب مين بس؟ يعني على حساب صاحب المحل. كرمه ان انت تعمل له ماتش تكريم، يعني لو عايز يلعب سنه من غير فلوس عشان ظروف اصابته اهلا وسهلا، سنتين من غير فلوس، انما هندفع له 8 مليون ولا 10 مليون في السنه عشان امور وجه في الميعاد، وده يعني دي مش فلوس البلد، اصل نادي الزمالك مش قطاع خاص، دي فلوس البلد يا غليم. وفي ناس اجهزه في البلد حطت عينيها وايديها على نادي الزمالك، والموضوع بيكبر وبيوسع قوي. سيبكم من فنجره البق اللي على المايك، في وقت من الاوقات هبقى هحكي ان شاء الله. ف يعني كل الاحترام والتقدير لحازم امام عشان ما حدش برضه يهبل تاني يقول لك بيهاجم اللعيبه، عمري ما بهاجم اللعيبه، ولكن حازم ما بيديش. واستنى شوف راي المدير الفني اللي حضرتك جبته، عمال يمشي داوي على الضال البيع ومش عارف ايه، وحازم امام تجديد سنتين عشان هو اللي جاب معاه. نرجع تاني لكلامنا، يوم الخميس ما جاش حد. المستشار كان يعني بصراحه انا حزنت ليه كرئيس للزمالك، وانا بحبه بعشقه مرتضى منصور وبعشق انجازاته، ولكن مش راضي على اللي هو بيعمله نفسه في الولايه دي، ومش راضي على الناس اللي حواليه اللي بتضحك عليه تقول له اطلع اعمل، اطلع اعمل فيديو، اطلع رد، اطلع اشتم، ما هم ناس بتهيجه وهو مش بيقدر يظبط نفسه الحته دي. على كل حال هو يجني ثمار الرجال اللي حواليه. نيجي للنقطه الثانيه، لما مرتضى منصور طلع قال لك ايه، واحد اتصل وقال هو جاي في السكه، والتاني قال اصل انا بعت اجيب اخويا من اسيوط، والتالت انا بعت اجيب اخويا من المغرب، ويوم السبت كله هيبقى محسوم، كله هيبقى خسران. تاني بنقع في الغلط تاني. والناس قعدت تكتب عندنا لسه نستنى السبت، يعني مش مشكله يعني نديله فرصه، ما هو اللعيبه اعتذرت واتصلت. ده رئيس نادي الزمالك يا جماعه، ده مش خلخال، ده مش شخشيخه، ده رئيس نادي الزمالك. كل الاحترام والتقدير لمن يجلس على مقعد رئيس نادي الزمالك. للمره الثانيه يجي يوم السبت ويعدي يوم السبت ويطلع معاك فنبوش، وكل ما يكتب وكل ما تسمعوه في اليوتيوب واللايفات والكتابات والفيسبوك اللي بقى معجنه من الاكاذيب، وعدي لكم مثل كبير بعد قليل، كله كذب في كذب. لا، الاكثر من كذب في كذب. طارق حامد جدد بقى لهم 36 ساعه، يا اخوانا لما يجدد قولوا ان هو جدد. ايه فايده ان انت تطلع كذاب ومنافق
وايه فايده الناس اللي بتسمعك تبقى انت بتضحك عليه، والله جدد والله، اه جدد الطلاق بجد يا عم، ما جددش. لما يجدد في نفس اللحظه مرتضى منصور هيعمل لك بث مباشر، ثق في كده. وانا من زمان قلت لكم طارق حامد هيجدد، هيجدد طارق حامد، سيبقى ابد التاريخ في النادي الزمالك، ولكنه ليس واثق من الوعود اللي اخذها من سواء من اللجان قبل كده او من مجلس مرتضى منصور. الراجل عايز حقه، لما هم بقى هيقدروا يجهزوا له حقه هيمضي النهارده بكره بعد بكره. طارق حامد هيمضي، هيمضي بطمنكم، هيمضي هيمضي وهيجدد في الزمالك. نمره واحد اللي هيجدد طارق حامد، يمكن كله ما يجددش الا طارق حامد، بس لما يلاقي الثقه من اداره مرتضى منصور. هيقعد معاه بقى مين، ويقعد معاه فلان، والكلام اللي انتوا بتسمعوه كله هجايص، كله هجايص، ما فيش ارجل من طارق حامد. هم اللي مش قادرين يلتزموا بوقت وكلام حقيقي. اصل القعده ما بتبقاش قعده، قعده بيبقى فيه فلوس والتزامات وشيكات، ويدفع القديم الاول. يعني انا بلمح بس لبعض، طيب ممكن يحصل النهارده بالليل ان هم يوفروا له فلوس ويقعدوا معاه ويجد. طارق حامد ما عندوش اي مشكله، ممكن بكره الصبح. انما هم لو زادوا في قصه الكلام الفاضي، واحنا الملايين داخله واحنا الملايين خارجه واحنا انا مش عارف ايه، وبعدين ما بدوش اللعيبه حقوقها، ممكن يطير مننا طارق حامد هو كمان. فقصص بقى ايه، اغاني على الرباب، طارق حامد جدد، طارق حامد جدد، كله حتى اللحظه اللي بسجل فيها الفيديو طارق حامد لما جدد. واحد يضرب لك بقى نخعه، 10 صفقات جديده تنطلق في السماء وتدوي وتضيء الانوار في نادي الزمالك، ومفاجأة في قناة الفنكوش، وبريرا يفضح الإعلام الفلاكيشو، كل ده ضحك على الديون، ويرفع لك إيديه لورا ويرش لك قفاه ويرقص لك كذب في كذب، من كترة الكذب مش عارف يثبت نفسه على الكرسي. يا عم اهدى على أعضائك. هو يعني والله العظيم لو الواحد قال الناس بتاخد إيه، والله تضحكوا، حسبنا الله ونعم الوكيل. جلسة خطيرة بين أمير مرتضى وطارق وبن شرقي وأبو جابر، ولا حصلت جلسة ولا أي حاجة، بل في يوم اثنين قايلين للإدارة إحنا مش هنجدد. إشاعات إشاعات إشاعات، والضحية جمهور الزمالك اللي أغلبيته وثقافته صغيرة بيصدق ونفسه يفرح، من نفسنا كلنا نفرح، بس بالحقيقة ما إحنا فرحنا ورقصنا وغنينا عندما كانت الحقيقة برحيل كارتيرون، كلنا هيصنا وكان يوم سعيد، وكنا يعني فاتحين صفحه جديده كلها خير، وقلنا يلا بلاها بقى، يعني حتى لو في اكاذيب نفوتها، لكن الناس مش عايزه تفوت. بالليل بالليل طلعوا يكذبوا علينا، بالليل نفس اليوم الاكاذيب انطلقت، وقصه رحيل هذا المدرب قصه تانية خالص. ويمكن انا لمحت قبل ما شاينه بعده فيديوهات، وقلت انه في نادي كذا ومتفقين معاه، مرتضى منصور اضغط فرصتك دلوقتي، حط له بس مدير فني او مدرب عام بسلطات مدير فني يقعد في الملعب ويقعدوا يشرب شاي وقهوه وياكل لب وزداني وبتاع، مش الراجل مخلص، بس عايز قبل ما يمشي ياخد حقه ثالث وثالث مع امن ويكون خرب الفرقه. وقلنا خلاص هم لما يعني، المهم في ناس محترمه في مجلس الاداره قدرت تخلص الموضوع ده، في ناس محترمه داخل مجلس الاداره يا جماعه بتشتغل ومش عاجبها الوضع، وسيكون لهم دور كبير، اسمعوا مني، لان ما ينفعش الاسلوب اللي كان بتاع زمان ده، ما ينفعش. نيجي برضو موضوع تاني، اشاعه اطلقها زملكاويه، وانا مش عارف ده هول ده اعلام الزمالك اللي حضراتكم عايزينه، لو ده اعلام الزمالك اللي حضراتكم عايزينه ابتدي من بكره اطلع حد مكاني واجيب له طبله وزماره ويقعد يطبل ويقول اشاعات طالما ده، بس انا عمري ما اطلع واقول اشاعات. قصه شوبير بيفوز بجائزه افضل اعلامي خلقا وحياديا، للأسف أطلقها بعض الناس اللي ربما تكون ثقافتهم الإعلامية ضعيفة أو مصادرهم ضعيفة، والدنيا كلها جريت وراهم في الفيسبوك وبعض اليوتيوبر والحاجات دي، كذبة كبيرة، كذبة كبيرة. وأنا عشان إحنا في مشاكل بيننا كزملكاوية محترمين وبين أحمد شوبير، ده يدينا الحق إن إحنا نطلق الأكاذيب. طب ما في الآخر إحنا اللي طلعنا كذابين، إيه إحنا اللي طلعنا كذابين؟ والناس بتصدق، والناس بتاخد ورا ناس وتصدق وتاخد ورا. يا جماعه مش ده الاعلام الزملكاوي، الاعلام الزملكاوي اصول يبقى ارقى من كده، بس مش معقوله يعني هنطلب من الدوله كمان تتدخل في الاعلام الزملكاوي. انتوا دوركم ايه يا مستمعين؟ دوركم ايه يا زملكاويه يا محترمين؟ دوركم ايه ان انتوا تسيبوا الناس تقول الفنكوش؟ قصص كتيره من موضوع احمد عاطف، عمالين احمد عاطف راح، احمد عاطف الزمالك بيخلص، احمد عاطف، احكي لكم بعد شويه اقول لكم تفاصيل احمد عاطف.
صفقة كبيرة في الزمالك، تصدعنا بصفقات واحنا موقوف القيد لحد نهاية الموسم ومعرضين لإيقاف القيد الثالث، ووقت ما يحصل إيقاف القيد الثالث بسبب الناس اللي سرحانة في مشاكل أخرى هيجي يقول لك أصل مش عارف مين ابن مش عارف إيه هو اللي وقعنا في الورطة دي، أصل مش عارف مين ابن مش عارف مين، ونشتم ونتهمهم بأوسخ الألفاظ، واللي قابض من فلان واللي قابض من علان هم السبب ده اللي احنا هنشربه. فلا تصدقوا ان في صفقات، يعني اي واحد بيقول لك صفقات ما تقول له ما يجددوا اللعيبه الاول، ما يدفعوا اللي عليهم للعيب، يعني قصص كتيره. ده يعني ايه قصص كتيره هنحكيها وهنأكد بعض التفاصيل في خلال هذا الفيديو. بس قبل ما نبدا اخبارنا بنسال، بس نريد حد من ادارتنا الزمالك يقول لنا مرتب فيريرا قد ايه ومرتب الجهاز الفني المعاون له قد ايه. كمان بعيد واكد ان اي حد ما بياخدش مننا القلب معناه ان تعليقاته مش ظاهره، فيا اما مطرود لان المطرود بيعلق عادي، يا اما مطرود يا اما في مشكله. اي حد ما بياخدش قلب او لايك مننا كاداره القناه معناه ان في مشكله. ناخد شوية شاي وندخل في الأخبار. يلا ننطلق مع بعض يا غاليين في أخبارنا الليلة. خبر من خارج المستطيل الأخضر. إيه الخبر من خارج المستطيل الأخضر؟ ما هو مسلسل الرعب الذي سيعيشه البشر؟ إحنا عارفين إن في أحداث أخيرة بتتداولها وسائل الإعلام في العالم حول حرب عالمية سادسة. جراءة الحرب المندلعة بين أوكرانيا وروسيا حالياً، إسرائيل تشوف بأن إيران في منشأة ملحقة بمحطة زابوردوريا النووية في أوكرانيا، أثيرت العديد من المخاوف عن وقوع كارثة نووية تشبه أحداث مفاعل تشيرنوبل 86، خاصة بعد قرار الرئيس الروسي بوتين وأعلنوا عن حالة التأهب في وضع قوات الردع النووي، وتحذير وزير الخارجية لافروف حول احتمالية حرب عالمية ثالثة وأنها ستكون نووية مدمرة قد تنهي حياة البشر كله على الكوكب. المسلسل المميت عن حياة البشر، إطلاق المواد المشعة النووية يؤدي إلى انتشار العديد من الأوبئة وزيادة فرص إصابة الإنسان بالسرطان بسبب التغييرات المتوقعة حدوثها في المفاعل النووية التي تبث القلق بشأن حدوث أي تشوهات في الأجيال القادمة، ما أكده خبراء الطاقة النووية على أن انتشار الأمراض حدث لابد منه، لكن أمام كل كارثة يستطيع البشر التصدي غالباً لأي حادثة نتيجة عنه. التعامل مع الكارثة، إن أحد أفضل الطرق للتصدي والحماية من خطر الإشعاع هو التعامل مع الكارثة باتباع أسلوب معين، وهو الوقت والمسافة وأماكن الحماية. الثلاث عناصر دي تعتبر غاية في الأهمية، ففي حالة إطلاق مواد كثيرة من مواد المشعة يتلقى الجسم الكثير من أضرارها، لذا الوقاية من الإشعاع عليك اتباع الوقت، بمعنى أن تتجنب أغلب الأوقات التي ممكن أن يتعرض فيها جسمك للإشعاع. أما عن عامل المسافة، في حالة اندلاع حريق ناجم من المفاعلات النووية أو كنت بالقرب من المناطق المنكوبة عليك بالابتعاد سريعا لتجنب جرعة الإشعاع الناجمة عن المفاعل النووية، فكلما ابتعدت عن مكان الخطر وانخفضت المسافة بينك وبين المصدر كلما كنت في مأمن وحماية من خطر التعرض. أما عن عامل المكان، فيمكن الاختباء واللجوء إلى الأماكن التي يتوفر فيها الخرسانة والحواجز المصنوعة من الرصاص أو حتى المياه، لهذا ينصح الخبراء في حال تعرض عليك أن تحتمي في المباني الخرسانية لتقليل نسبة التعرض، وحاول أن تبقى بعيدا عن النوافذ والجأ للطوابق السفلى لأنها تمثل حماية أكبر عليك. دي تحذيرات بيناشد بها الإعلام في العالم حاليا، الدول المتقدمة بتكلم الجماهير بتاعتها أو الشعوب بتقول لها خلي بالكوا في خطر من حرب نووية ممكن تحصل، ممكن تعملوا إيه. نيجي لأخبارنا الحلوة يا غاليين. الأسطورة شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده 36، كل سنة طيب يا شيكا. شيكا نجم الزمالك اليوم عيد ميلاده 36، بيتزامن طبعا مع مرحله جديده من الزمالك، تعيين مدرب جديد العجوز فيريرا ورحيل كارتيرون. شيكابالا رمز من رموز الزمالك، اسطوره حقيقيه من اساطير الكره المصريه، ولد في 5 مارس 86 بمحافظه اسوان، بدا مشواره في صفوف ناشئي الزمالك،
تدرج في المراحل السلمية ولعب في الفريق الأول 2003. من عام 2005 خد شكامل أكثر من تجربة الاحتراف الخارجي، بوك اليوناني، الوصل الإماراتي، سبورتنج لشبونة، لكن ما قدرش يسيب بصمة كويسة. طبعا رجع لعب في الإسماعيلي، أعير للرائد السعودي، وبعدين أبولوس رمي اليوناني. بعدين من 2019 استقر شيكابالا مع فريق الزمالك ليحصد معه لقب، يعني عدة ألقاب أهمها طبعا الدوري، وصنع 75 هدف وألقاب كتيرة، ونجم كبير وأسطورة حقيقية ولاعب معجزة ربنا يديله الصحة وطولة العمر. كمان في لاعب جميل الزملكاوية بيحبوه هو أفشة. أفشة لاعب الأهلي اللي أو محمد مجدي أفشة بيحتفل أيضا بعيد ميلاده 26. كل سنة وأنت طيب يا أفشة، ودائما بالخير والسعادة ليك ولأسرتك ولجماهير. عيد ميلاد سعيد يا أفشة. على فكرة الكاف كمان كان بيهني أفشة اليوم بعيد ميلاده، قال عيد ميلاد سعيد للفائز دوري أبطال أفريقيا محمد مجدي أفشة. نيجي لأخبار فرق الزمالك من هنا وهناك، وشوية أخبار سعيدة جدا 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 يا غاليين. نبدأ بطائرة الزمالك تحت 17 سنة، فاز على سموحة 3-1، حيث فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك 17 سنة على سموحة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم على صالة سموحة بإسكندرية. في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور 16 دوري الجمهورية. نتائج الأشواط كالتالي: 25-18، 25-20، 22-25، 25-21. بيقود الفريق كابتن حمادة مجاهد. في كرة اليد، مرتبط اليد 2004 فاز على هليوبلس، حيث فاز فريق مرتبط كرة اليد من الزمالك 2004 على هليوبلس 42-25 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم بالصالة المغطاة بالنادي ضمن منافسات الدور النهائي بطولة الدوري المرتبط للمحترفين. بتضم مجموعة الزمالك في هذا الدور سموحة، الأهلي، الأولمبي، سبورتنج، هليوبلس. الفريق هياخد راحة ويعود مرة أخرى للتدريبات عشان عنده مواجهة منتظرة مع الفريق الأولمبي من الجولة الثانية من دور ذاته. يقود الجهاز الفني الفريق محمد عبد الكريم ومعه وائل فهمي وحسام أسند. فرق قطاع الناشئين لكرة القدم: زمالك 2013 يهزم الشرقية للدخان، حيث فاز فريق البراعم 2013 بقيادة المدرب محمود ياسين على الشرقية الدخان 5-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب المرحوم الكابتن إبراهيم يوسف بالقلعة البيضاء. أحرز أهداف الزمالك أحمد بليغ ومازن الديب ومحمود محمد وآدم عصام وحمزة عمرو. كمان فريق الزمالك مواليد 2012 بقيادة المدرب أحمد عبد الله تعادل مع الإعلاميين 2-2. أحرز هدفي الزمالك يوسف محمد ويوسف أيمن. زمالك 2001 يهزم البنك الأهلي بثلاثية، حيث فاز فريق كرة القدم من الزمالك مواليد 2001 على البنك الأهلي بثلاثية أهداف مقابل هدف في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب الأخير. أحرز أهداف الزمالك أدم الخواجة يوسف أسامة مصطفى خلف. يقود الفريق الكابتن محمد ثابت ومعه منتصر الكوداي وأحمد زكريا ومحمد عبد الجواد ميشو وحمدي يوسف ومصطفى عزم ورفعت حمدي. زمالك 2009 بيفوز على العياط برباعية نظيفة، حيث تغلب فريق الزمالك مواليد 2009 بقيادة مدربه إيهاب الرفاعي على العياط برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 16. أحرز أهداف الزمالك أحمد صفوت وأحمد إبراهيم وسيف الدين وسام وعمر الدين. كمان زمالك 2007 تعادل مع الجونة. تعادل فريق الناشئين لكرة القدم من الزمالك 2007 مع الجونة بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن مسابقة الجولة 24 لبطولة الجمهورية. أحرز هدف الزمالك أحمد علي سينا. يقود الفريق تدريبيا شريف خليل ومحمد مصطفى وأحمد السيد ومصطفى وراب وإبراهيم محمود وأشرف محمود وأدهم أحمد. نيجي الخبر من المملكة العربية السعودية، وكما انفردت قناة الجريء منذ يعني اسبوعين تقريبا وقلنا الخبر ان نادي الاتفاق السعودي كان بيفاوض بشده كارتيرون، الفيديوهات ترجعوا لها اعرف التاريخ. وبالفعل اليوم انهى نادي الاتفاق السعودي اتفاقه مع الديك الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق،
وعملوا له احتفالية على تويتر وبتاع، ورحبوا معانا المدرب الجديد، وعقد كبير طبعا للخواجة اللي ينط من هنا لهنا وهي ماشية والكورة يعني يلا أرزاق. الفريق اللي اتفاق حالته بالبلاء في الدوري السعودي حاليا بينافس على البقاء بشدة في الدوري السعودي، بيحتل المركز 13 برصيد 23 نقطة. النهاردة كان في بيان هام وعاجل للنادي الأهلي، ونقول إيه السر الحقيقي وراء هذا البيان، حيث فوج جماهير الكرة المصرية كلها يعني والمسؤولين بإصدار مسؤول النادي الأهلي بيان اليوم يطالبوا فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة بتطبيق العدالة. بيان غريب وبيان مالوش وقت، خصوصا ان الاهلي دخل على ماتش مهم يعني في اثناء التسجيل، هو ما كانوا بيلعبوا دلوقتي مع المريخ السوداني. وبيان الاهلي واضح منه ان هو لديه رغبه للضغط على مسؤول اتحاد الكره لتاجيل مباراته مع بيراميدز المقرر لها يوم الثلاثاء القادم، يعني ده واضحه جدا يعني، واكيد الاتحاد هيكاف ويخاف ويكش من ده الوش وهيأجل لهم المباراه. الاهلي في بيانه بيطالب بالعداله، خلينا نقول البيان بتاع النادي الاهلي. وجه الأهلي في بيانه رسالة للمسؤولين في رابطة الأندية واتحاد الكرة بيطالبوا بالعدالة والعدالة التحكيمية. أصدر النادي الأهلي بيان يطالب فيه بتحقيق العدالة بين الأندية بسبب الأخطاء التحكيمية، وقال الأهلي في بيانه حرصا على نجاح بطولة الدوري وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة، قام الكابتن محمود خطيب رئيس النادي زور اليوم بالاتصال بكل من جمال علام رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، واستعرض معهم الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات في الأسابيع الماضية وأثرت على النتائج بشكل مباشر، كما استعرض أيضا عدم المساواة في فترة الاستعداد التي تحصل عليها الفرق بين المباريات، وطالب الكابتن محمود خطيب بضرورة تدارك هذه الأخطاء ومراجعة كل ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية. طبعا احنا كنا اتكلمنا في قناه الجريء من يومين كل الافكار اللي بنطلع نقولها، في ناس بتطلع بعدين على طول بالليل في قنوات اخرى وتطلع تقولها، بس احنا برضو بنحاول ان احنا نقول بعض الافكار لاداره الزمالك. يعني يا ريت زي ما انتم شايفين الاهلي بيضغط انتوا كمان اضغطوا، مش هقول اكتر من كده، زي ما الاهلي بيضغط انتوا اضغطوا. لو انتوا ما فهمتوش معنى بيان النادي الاهلي ومطالب النادي الاهلي يبقى في مشكله محتاج انت فهمه. مش عايز اكتر اكتر من كده، لان انا عارف اللي الناس اللي هتوصل الكلام لاداره الزمالك هتوصله بطريقه غلط، وممكن المستشار المرتضى يطلع جعجع بطريقه غلط ويهبش لنا في حد يعمل مشكله. الموضوع ده مع اتحاد الكوره محتاج ذكاء، وزي ما انتوا قريتوا دلوقتي او سمعتوا كابتن محمود الخطيب اجرى اتصال بجمال علام رئيس اتحاد الكوره واحمد دياب رئيس الانديه، واستعرض معاهم الاخطاء التحكيميه التي شهدتها المباريات في الاسابيع الماضيه واثرت على النتائج بشكل مباشر. لو فاهمين يا اداره الزمالك معنى الكلام ده يبقى ليكم موقف غير الجعجعه على المايك، لو مش فاهمين مش عارف اقول لكم ايه، والله ما عارف اقول لكم ايه، بس بقول لكم ما تفتحولناش جبهات تانية، بس مش هحاول اوضح اكتر من كده. ولكن انا هبعت رساله بعد ما اخلص البث لاحدى القيادات في مجلس اداره الزمالك وهو هيفهمهم بشكل أكبر. نيجي لفريق كرة القدم نادي الزمالك اللي بيخوض تدريباته استعدادا لمباراة الجونة. النهارده كان في تدريب على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة أو ملعب حلم زمورة أو زي ما أنت عايز. الحمد لله التدريب النهارده شهد انتظام النجم الكبير طارق حامد في التدريبات، وكابتن أسامة نبيه نجمنا الكبير والمدرب الكبير والعالمي بصراحة والعلامة في تاريخ نادي الزمالك، عمل جلسة مع اللعيبة واتكلم معاهم ووجههم أهمية إن هم يخلي بالهم من اسم النادي وفانيلة الزمالك. أحمد عصمت مخطط الأحمال قاد جزء كبير من التدريبات والجري خفيف حول الملعب، تدريبات بدنية وشغل جامد. أيمن طاهر كمان عمل شغل حلو قوي 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 مع الفريق، وصعد ناشئ جديد هيكون ليه مستقبل جامد في حراس مرمى الزمالك، وعبد الرحمن نفاد من مواليد 2003 صعد لتدريبات الفريق النهارده وشارك فيها وكان شكله مميز جدا بجانب زملاء طبعا مع حمد ابو جبل وعواد. الزمالك عنده ماتش مهم يوم مع الجونه يوم الاثنين الجاي في استاد القاهره الدولي ضمن مسابقات الجوله الثانيه 10 من مسابقات الدوري الممتاز. نتمنى الفوز لنادي الزمالك ونتمنى التوفيق لكل اولادنا الزمالك
وربنا يوفقهم، هيكون موجود في التدريب ده إعادة من درجات الخواجة العجوز بريرا لمتابعة الفريق، ويا ربنا يجعل أيامنا الجاية كلها خير. طبعا سعدنا كلنا إن إحنا شفنا النهاردة الكابتن طارق حامد في التدريبات وتمثل الشفاء، وإن شاء الله ربنا يوفقه ويعود بشكل كامل. أما قرار مشاركته في المباراة فهو يعود للمدير الفني المؤقت الكابتن أسامة نبيه، اللي منتظر تقرير من الجهاز الطبي يقول له هل هو عاد بصورة طبيعية ولا لا. النهارده خبر خرج من داخل مجلس إدارة نادي الزمالك إن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تسويق المسوسي والجزيري، وإنه عايز يبيعهم وإنه عرضهم للبيع بالفعل. وإحنا بنقول لإدارة الزمالك لا تتعجلي اتخاذ القرارات، دعي المدير الفني الجديد يتخذ القرار المناسب له. طالما حضراتكم عاملين له عام ونصف يبقى سيبوه هو يدير العام ونصف، النص ده يعني بقية الموسم السنة دي والموسم الجاي. هو بقى عايز يخلي المسلوسي، يخلي سيف الدين الجزيري، عايز يمشيهم. ارجو ان ده يكون قراره، وارجو الناس تفهم معنى مدير فني انه يكون له صلاحيات معناها ايه، ومدير فني بدون صلاحيات معناها ايه. ما يجيش حد يقول ايه ما اصل دول ما بيلعبوش يعني يا جماعه لغايه دلوقتي، يعني مش عايز اتكلم، يعني خلينا نتكلم احسن، نقول ايه دعوا الامر للمدير الفني. كمان زي ما قلت لكم في بدايه البث ان اداره الزمالك قررت تاخد قرار بالتجديد لحازم امام، واحنا بنقول لهم على حساب مين؟ على حساب مين التجديد موسمين لحازم امام؟ حازم امام نجمنا الكبير وكابتننا الكبير وعظيم وبنحبه ونعشقه، ولكن خدوا تقرير الاول من الدكتور محمد اسامه الطبيب يقول لكم وضع اصاباته ايه؟ خدوا استنوا المدير الفني لما يجي هو محتاجه ولا مش محتاجه؟ وبلاش القصة ايه اصل ده طلع جدع وطلع راجل وجه في ميعاده فندفع له، اللي عايز يدفع له يدفع له من جيبه، ما يدفعلوش من على حساب صاحب المحل. نتكلم بهدوء، بنتكلم بحبة شديدة جدا لنادي الزمالك وادارة نادي الزمالك. نيجي لموضوع احمد عاطف اللي الناس يعني اليوتيوبر عمال يضحكوا على الزملكاوي، بطلوا كذب على الزملكاوي، بطلوا ضحك على الدقون. واذا كان في حد في ادارة الزمالك بيسرب الكلام ده للناس عشان تتلهي عن مواضيع فشل في تجديد اللعيبه، انا بقول لهم اتلهوا اتلهوا، جمهور الزمالك مثقف وواحد. ليه بقى؟ اولا احمد عاطف ده راجل معار من نادي دجله لفيوتشر، يعني حتى الان مش ملك فيوتشر، ده ملك وادي دجله. هتقول لي ما هو الزمالك بيتفاوض مع وادي دجله؟ لا يا حبيبي انسى، فيوتشر واخده اعاره مع بند الحق في البيع والشراء النهائي مقابل 12 مليون جنيه، يعني فيوتشر يفعل البند بقى لاعب فيوتشراوي، ولا اهلاوي ولا زملكاوي ولا كسباوي ولا فشراوي ولا ضحك عدوناوي، ويعني كفاياكم كسب وكفاياكم تضليل. فيوتشر مش هيسيبه، فيوتشر يعتبر من الانديه يعني اللي هي عندها يعني كل الامكانيات اللي هي تناطح الاهلي والزمالك في الصفقات، هيفعلوا الفعقد ويبقى 12 مليون. فبطلوا كذب بقى، لا الزمالك بيفاوض اللاعب ولا اللاعب موافق على الانضمام للزمالك ولا اداره دجله موافقه، وكان كله هتش في نتش. انا قلت لكم الحكايه في كلمتين، هو بيلعب في دجله وفيوتشر واخده اقاره وعنده بند تفعيل الشراء ب 12 مليون. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ يا ريت تفهموا، يا ريت تفهموا. فاللاعب كده كده هيبقى في الفيوتشر وكل العام وانتم بخير. بالنسبه للمدرب فيريرا المدرب الجديد لنادي الزمالك، من هو هناك عمال يرمي الشوط على نادي الزمالك، معرفش هو حاسس ان الزمالك وقع ولا ايه. الزمالك كان مجهز له فيلا تقريبا، الفيلا اللي كان فيها كارتيرون ولا حاجه، فرفض ينزل فيها. احنا قلنا من 3 4 ايام ان كان في اتصال بينه من الفندق اللي كان نازل فيه، وكان هو نازل في فندق حي الزمالك، وانفردنا بيها من 3 ايام تقريبا 4 ايام. اما اتصل بيهم قال لهم مش هاجي على الفندق بتاعكم، احجزوا لي في الفندق نفس الفندق اللي انا كنت مقيم فيه في حي الزمالك. واداره الزمالك طبعا متوافق مباشره بدون تفكير. على حساب مين؟ على حساب مين هينزل هو ومساعدين في الفندق؟ يعني لعل الامور تمشي بخير، ولعل اداره الزمالك تكون اداره كده قويه شويه. طب الناس بتسال فيريرا هينزل هيوصل امتى؟ فيريرا هيكون في القاهره من الاثنين، وهيحضر ماتش الزمالك والجونه، وهيكون موجود في المقصوره، وجايب معاه 3 مساعدين، مدرب مساعد ومدرب احمال ومحل اداء، والكابتن اسامه نبيه بواصل عمله، واحمد عبد المقصود وايمن طاهر بواصل عملهم،
ومن بعد فيريرا كده الجهاز كويس، بس فيريرا يعني كان الله في عوننا، وانتوا هتشوفوا بنفسك يعني كان الله في عوننا. يعني يلا خير يا زمالك. شفنا الفيديو بتاع مستشار مرتضى منصور وهو قاعد مع اللعيبه عمال يسالهم واحد واحد، هو مين فيكو كان اتدرب مع فيريرا قبل كده؟ والناس تايهه ومحدش عارف ومحدش فاكر. احنا بنرد على السؤال بتاعه بنقول له في 4 لعيبه موجودين حاليا في الزمالك اتدربوا قبل كده مع فيريرا، هم حازم امام، طارق حامد، محمد ابو جبل، وايمن. فيريرا تولى الزمالك في فتره سابقه من 9 فبراير 2015 ل 22 نوفمبر من نفس العام. طبعا انتشرت في وسائل السوشيال ميديا والوسائل الموجهه اخبار على ان الزمالك بيفوض لعيبه. على سبيل المثال هتلاقي خلال الساعات الماضيه والساعات القادمه الزمالك بيستطلع راي نبيل دونجا لاعب بيراميدز على انه يجيبه، وعمل عقد معاه مش عارف مين، واللاعب موافق وهم يشتروه من بيراميدز. انا بقول لكم هذا الكلام كذب كذب، لا دونجا عايز يجي ولا الزمالك عنده المقدره اللي يدفع ثمن دونجا. ده موضوع الالهاء الراي العام الزملكاوي عن موضوع التجديد للعيبه، يعني احنا مش عارفين نجدد بس نضحك عليهم نقول لهم ايه، احنا هنجيب لكم دونجا، احنا هنجيب لكم مش عارف مهند لاشين، احنا هنجيب لكم مش عارف. دي كله الهاء يا عم، جدد اللعيبه اللي عندنا الاول، وبعدين لما تخلص المشاكل مع الفيفا وتشال الايقاف وابقى اجيب لعيبه. فهتلاقي بقى الايه المطبلاتيه والزمرطيه، دونجا ودونجا رحب والدنيا ربيع، ومهند لاشين ومهند وافق وبتاع طلع الجيش والدنيا ربيع، كله فنكوش والله، كله فنكوش. يعني بالراحه كده وبهدوء، الزمالك موقوف القيد حتى نهايه الموسم، الزمالك معرض لايقاف قيد ثالث. نحل مشكله ايقاف القيد الثالث، ونحل مشكله التجديد للعيبه، ونحل مشكله ايقاف القيد الحالي، وبعدين نفكر في الصفقات. اما عمليه الضحك على الناس، انا ما اعرفش الناس بتحب تصدق الكلام ده، ده موضوع الخصوم. نرجع ونقول حتى هذه اللحظه الميعاد الثاني مع رئيس نادي الزمالك طلع فنكوش، وللاسف هذا الشيء مؤلم جدا جدا جدا، انا ارفضه. يعني انا ارفض اهانه رئيس نادي الزمالك. اللاعب ما اعرفش يعني من داخل الغرف، انا سمعت اللي فيه 2 من الثلاثه او من الاربعه الكبار بلغوا اداره الزمالك ان هم مش جددوا، اداره الزمالك مش قادره تواجه الجماهير، مع ان دايما بنقول لهم ايه، الشفافيه هي اكبر طريق للوصول الى الحقيقه، بس الشفافيه بس، كن شفاف والحقيقه ما يهمكش. على كل حال اللعيبه ما راحتش يوم الخميس، اللهم اذا حازم امام واللعيبه من الموعد برضه اللي طلع مرتضى منصور نفس اليوم وقال يوم السبت، من المره الثانيه بيحرجوا المدرب بيحرجوا رئيس النادي، او عدم المصداقيه والشفافيه بتخليهم يحرجوا نفسهم. لان حسب المعلومات اللي عندي ان في المشاكل في انهم مش مصدقين الاداره، هم عايزين يجددوا بس يا عم قعدنا وجيب الفلوس اللي عليك وقول كلام واقعي للفلوس الجايه ان هي تدفع امتى، كلام حقيقي يعني، ما بقى فيه عدم مصداقيه، انما الاحترام والبتاع تقدير موجود. شفنا المستشار مرتضى منصور قال واحد كلمني من السكه والواحد بعت يجيب اخوه من اسيوط وقعد يجيب ده كله، طبعا ان هو بيحاول يعدي الموقف اللي هو شكله. يعني انا حزين طبعا ان بقول رئيس نادي الزمالك وكده، بس ليه رئيس النادي الزمالك ما يطلعش بشفافيه؟ فلان قال لنا مش هيجدد، فلان قال لنا مش هيجدد، خزانه النادي فاضيه دلوقتي، كنا مستنيين ان ينزل يوم الاثنين اللي قبل الاثنين هيدخل ال 50,000 وال 200 يوم الاسبوع اللي قبل اللي فات ال 200 مليون، وبعدين اتاجلت وبعدين اتاجلت، وكنا متوقعين الفلوس دي هتدخل في النادي بس ما دخلتش. وبكل شفافيه ووضوح الفلوس دي ممكن تدخل بعد شهر بعد اثنين. فيا اولاد الزمالك يا شرفاء، اللي عايز يحب الزمالك بجد وياخد شيكات مقبوله الدفع بعد شهرين ثلاثه اوكي، اللي مش قادر زي الكلام المحترم اللي بيقول احنا نودعه ونعمل له حفل تكريم. على كل حال انا شايف ان الكذبه مالوش رجلين والشفافيه لها المصداقيه كلها. احبكم من قلبي واتمنى لكم الخير. اللي ما يلاقيش ان احنا عاملين له قلب على تعليقه يعرف ان تعليقه مش ظاهر، لان احنا رافعين الحمايه ورافعين البتاع، ربما يكون محظور
لأن طبعا إحنا جو القناة لا يليق بيه أي حد سباب ولا عان أو أي لجنة إعلامية، فبنعمله حتى الشخص اللي في اللجنة الإعلامية بنعمله نفسه على الأي بي بتاعه حاضر، فما بيظهرش تاني بعدين، لأنه في ناس قاعدين في مكتب كده، قاعدة الشخصيات الشهيرة من الزمالك فتحوا أوضتين للجان الإعلامية بيقعدوا يضربوا أسماء كتير طول الوقت. يمكن أنا سمعتكم واحد بيقول له اعمل لي أسماء اسم واحدة ست مش عارف إيه، فاكرين الفيديو إياها. بس في ناس لجان شغالة كده وبتقبض فلوس كتير، مع إن الفلوس دي لو وفرناها للزمالك نعمل شغل أحسن من كده بكتير. لأن لو لا لجان إعلامية هتوقف قناة الجريء ولا هتخلص صوت قناة الجريء، ويعني يعني الموضوع مش جايب نتيجة. فكروا في طريقة، يمكن في طرق أحلى من كده كتير تخلي الأمور ألطف بكتير. قصص اللجان الإعلامية بترفضها الدولة، وده شغل فوق سلطة الدولة وفوق قانون الدولة ويهدد أمن وسلامة الدولة. لنا في هذا الموضوع الكثير، ولكن احنا لنا اتصالات طبعا مع قيادات كبيرة في الدولة منتظرين ردود في بعض الأمور الهامة. إذا لم نتلقى الردود الشافية الوفية في هذه الملفات سنتحدث عن المكشوف وهنزيع حاجات من ناس بتدير أشياء ضد الدولة بالرغم إن هم كل شوية يقول لك أنا وطني. أشكر حضراتكم وأتمنى لكم كل الخير، يا أصل الخير ومنبع الخير وكل الخير. أراكم على خير.